طيب كابتن محمود الخطيب كمان في نفس المؤتمر الصحفي هو حرص على تهنئة جماهير المغرب بالإنجاز التاريخي الكبير طبعا اللي هم وصلوا له والتأهل كمان لنصف نهائي كأس العالم، وأكد أن المنتخب المغربي شرف كل العرب وحقق إنجاز غير مسبوق. خلينا نروح نتابع. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني في البداية السيد محمد أمين الحوت جي ال سي استعد الحضور بالكامل. بستأذنكم الأول إن أنا مش عايز أتكلم في موضوع مؤتمرنا دلوقتي، عايز أتكلم في حاجة يجب إن احنا كلنا نسلط الضوء عليها، لأن حاجة شرفتنا كلنا كأمة عربية. بستأذنكم إن احنا الأول نقدم التهنئة. تهنئة الحقيقة من القلب وتحية واجبة للمنتخب المغربي، المنتخب العربي الشقيق. اللي شرف الحقيقة كل العرب وقدم مستويات رائعة جدا جدا وحقق إنجاز تاريخي في كأس العالم. وأثبت حاجة مهمة، مش بس المهم النجاحات في الفوز، لكن قبل الفوز ده كان فيه إيه؟ أثبت إن الكرة العربية بالتخطيط الجيد، الكرة العربية والانضباط بالانضباط والالتزام في العمل والروح العالية والثقة في النفس تقدر تصل، يعني تصل وتنافس أعلى المستويات العالمية. مبروك تاني وتالت لكل الجماهير المغربية الشقيقة، مبروك لكل المسؤولين في الحكومة المغربية بصفة عامة والمسؤولين عن الرياضة والمنظومة الكروية بصفة خاصة. طبعا كل أمنياتنا بالتوفيق بإذن الله، بإذن الله في اللي جاي إن شاء الله كمان، مع أنهم يعني وصلوا مرحلة الحقيقة يعني زي ما ابتديت كلامي مرحلة تسعدنا وتشرفنا جميعا كأمة عربية. كمان عايز أهنئ دولة قطر، دولة قطر الشقيقة اللي أبهرت العالم كله في تنظيم البطولة. حقيقة قطر قدمت مستويات رائعة في كل حاجة، كل حاجة معمول حسابها من أول ما تحط رجلك في الطيارة وانت رايح لقطر لغاية ما ترجع، كل حاجة معمول حسابها، معمول حسابها بشكل مبهر الحقيقة. ويمكن ده بيخلينا أقول بكل وضوح إن قطر صعبت المهمة على أي دولة هتنظم كأس العالم بعد كده. اللي حصل الفترة الأخيرة دي في قطر هيصعب المهمة، اللي قدمته قطر للعالم كله هيصعب المهمة على أي حد ممكن ينظم، أي دولة ممكن تنظم كأس العالم. لازم تدرس اللي حصل في قطر وإزاي تدرسه عشان إزاي إن هي كمان تعمل زيه. الحقيقة قطر من خلال كأس العالم قدمت صورة مبهرة عن دولة قطر للعالم كله، العالم كله بيتفرج على قطر دلوقتي. هنا عايز أهنئ كل المسؤولين في قطر وعلى رأسهم صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر والحكومة القطرية اللي قدروا من خلال حدث رياضي عالمي يقدموا قطر للعالم بصورة غير تقليدية، بصورة يعني الحقيقة تشرف الأمة العربية كلها. بأن كمان الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم على مجهوده اللي أنا لمسته عن قرب الحقيقة، الرجل ده ما كانش بينام لغاية ما الدنيا توصل للمرحلة اللي احنا شايفينها دلوقتي. الحقيقة أنا سعيد جدا بقطر وبالمغرب، وأعتقد أن كلنا سعداء بيها جدا. الناس الحقيقة قدموا حاجة فعلا تشرف الكرة العربية، وأثبتوا كمان على أرض الواقع مش بالكلام، أثبتوا على أرض الواقع أن الدول العربية قادرة على إثبات وجودها في أي وقت، وقادرة على منافسة فنيا وتنظيميا، وقادرة أيضا على أنها تقدم الأفضل. والحقيقة قطر شرفتنا وقدمت مش بس الأفضل، الأفضل والأروع والمبهر للعالم كله. في النهاية عايز أقول حاجة مهمة، أتمنى بقى الإنجاز اللي حصل ده من دولتين شقيقين المغرب وقطر
يكون دافع للأمة العربية كلها. احنا كمان كان المفروض ان احنا نعيد حساباتنا الحقيقة في امور كثيرة خاصة بالمنظومة الرياضية، لان مصر كبيرة جدا، مصر ام الدنيا، مصر تستحق مكانة رياضية افضل بكتير جدا، خاصة ان الدولة بقيادة السيد الرئيس الحقيقة بتدعم بتساند ما بتتأخرش ما تستنى يعني مش يعني ما تأخرش على أي أمر ممكن يطور الأداء في كل المجالات. كمان عايز أقول إن مصر هي أول دولة أفريقية، أول دولة عربية تصل لكأس العالم، كان سنة 34. بس إحنا مش عايزين نعيش على التاريخ، إحنا محتاجين نشتغل بجد ونعيش الواقع اللي احنا عايشين فيه. طبعا تهنئة كابتن محمود الخطيب يعني بتعكس تهنئة كل المصريين لكل حبايبنا واخواتنا واهالينا في المملكة المغربية على هذا الانجاز التاريخي، واكيد دعوات المصريين لا تنقطع، بنتمنى لهم ان شاء الله الاستمرار، وبنتمنى ان احنا نشوفهم في اللقاء النهائي كمان باذن الله.